لما يأتي إنسان مثلا مات ابنه أو وقع في ابتلاء أو أصيب بمرض أو خسر مالا أو إلى النهاية ثم يقول أنا ابتلاني الله يا شيخ، هل ابتلاني الله عقابا أم رفع درجات؟ إن الله عز وجل معيته للخلق عامة لكل من لجأ إليه، ودلالة هذا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فمعية الله كل من طرق باب ربه أجابه الله، فإذا قال العبد يا رب قال الله لبيك. فلا تظن أن الله يخذل عبدا لجأ إليه، إن وقع هزيمة بعد اللجوء فلنكن ننظر لحادثة يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة الهزيمة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فأحيانا الله عز وجل أنت تلجأ إليه ويوقع المحظور عليك ليكن ماذا؟ درسا وعبرة، ليكن درسا وعبرة. فلا تظن أن كل ابتلاء، لا تظن كل ابتلاء عقاب بل درس، ولا تظن كل ابتلاء تقع به كره بل محبة. واضح الكلام؟ لا تظن كل ابتلاء يقع عليك عقاب بل درس محبة، ولا تظن كل ابتلاء يقع عليك كره بل محبة، ولا تظن أن كل ابتلاء عقاب يقع عليك، لا بل ربما درس. مثال هذا أعظم ابتلاء تبتلى به المرأة ما هو؟ أن يساء إلى إيه؟ شرفها. من ابتلي بهذا؟ أشرف، أشرف امرأتين في الوجود من الخليقة إلى قيام الساعة، من هن؟ عائشة ومن؟ ومريم، أطهر النساء على وجه الأرض ابتليت بهذا. طبعا ترتيبنا هذا بالابتلاء، وإلا فاطمة رضي الله تعالى عنها إيه؟ لا يوازى لها أحد، خديجة لا يجاريها أحد، وفاطمة لا يجاري أحد، لكن نحن نتكلم عن إيه؟ عن الابتلاء. لم تبتلى امرأة منذ بدء الخليقة بطهر عائشة ومريم بسمعتها إلى يوم الساعة، فهل كان ابتلاء مريم عليه السلام كرها أم حبا؟ حبا ورفع درجات، لأن الله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين، الله اصطفاها، قل مريم أنا اصطفيتك، الله عز وجل اصطفاه على نساء العالمين. الله عز وجل شانه ربما يبتليك ليكن درسا، درس لك وعظة لك. فالمؤمن أنا لهذا أحيانا لما الناس تدور في فلك، وهذا فائدة لكم، لما الناس تدور في فلك أنا الله ابتلاني عقاب ولا محبة، هذه كارثة أن تسأل الله ابتلاني عقاب أم محبة، لأن هذا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لهذا أنت أعلم أكثر من الذي تسألها أنت. لما يأتي إنسان مثلا مات ابنه أو وقع في ابتلاء أو أصيب بمرض أو خسر مالا أو إلى النهاية ثم يقول أنا ابتلاني الله يا شيخ، هل ابتلاني الله عقابا أم رفع درجات؟ بل الإنسان على نفسه بصير. وفرضا إذا ابتلاك عقابا ما جزاؤه؟ كفر عنك سيئات، من المستفيد؟ أنت. وإذا ابتلاك رفع درجات اسمه ابتلاء إيه؟ محبة، رفع إيه؟ درجات، من المستفيد؟ عجبا لأمر المؤمن. فلهذا كل ما يجري حولك نعمة لك، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ردة الفعل بك، أنت ماذا ستقول عند وقوع البلاء؟ البلاء كان عقابا أم رفع درجات أم مهما كان، طالما أنت في دائرة الإيمان كله خير لك، بشرط واحد بردة الفعل لديك. بمعنى ماذا قال الله عز وجل؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ردة الفعل، هذه ترتب عليها أولئك عليهم صلوات من ربهم
ورحمة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما الصبر عند الصدمة، عند الصدمة الأولى. يعني أجر الصبر متى يقع؟ في أول سماعك للخبر. لماذا؟ ليه؟ المشكلة متى تعظم؟ عند سماعك أم مع الزمن؟ عند سماعك. المصائب دائما تبدأ كبيرة، لكن نعمة النسيان وش تجعلها؟ صغيرة. فالله يريد عند سماعك المصيبة ماذا تقول؟ أعظم مصيبة تقع عليك وش هي؟ الموت، فقدان، موت. الله ذكرها في أوج المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أن تأتي بعدما تقع المصيبة تعترض على قضاء الله وقدره، وتشتم وتسب وتقول لم يجد الله إلا أنا، ثم لما يأتي الزمان تقول اللهم اكتبني من الصابرين. لماذا؟ لأن النسيان جرى عليك.